السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة سلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم الفيديو رح يحكي عن نقاط كتير 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 مهمة بالنسبة لموضوع ألمانيا. يعني كل مين حابب إنه يوصل على ألمانيا وحابب يعرف كيف الوضع بألمانيا وشو الترتيب بألمانيا، أول ما يوصل على ألمانيا يقدم لجوء، شو عم يعني شو منتظره بألمانيا، شو رح يعملوا معه، شو رح يقدموا له، شو الإجراءات اللي حيساويها، شو الترتيبات اللي حيمشي فيها بالتسلسل، شو منايح ألمانيا وشو مساوئ ألمانيا. تمام، ففي كتير أمور بصراحة رح أحكي فيها بهذا الفيديو. يلي حابب يسمع وحابب يعرف أشياء مهمة جدا بألمانيا من أول دخوله لألمانيا لوقت ما يبلش يزبط أموره ويأسس حياته ويزبط أموره على 24، يسمع هذا الفيديو إذا بتحبه، لأنه هذا الفيديو رح أحكي فيه كتير نقاط وبظن الناس يعني بيخطر على بالها كتير أسئلة، يعني كتير كتير أسئلة بيخطر على بالها ناس. هلأ أنا عندي صحابي مثلا، عندي قرايبيني، الناس اللي بعرفهم كذا، بيسألوني مثلا إذا بنطلع على ألمانيا شو ممكن يصير معنا، شو الإجراءات، قديش ممكن نلحق الرواتب، بيعطونا بيت، بيعطونا قصر، بيعطونا فيلا، بيعطونا الجنة. يعني بكتير أمور عالم فكرتها عن ألمانيا، أنه اللي بيوصل على ألمانيا وصل مثل بيقولوا لبر الأمان. هلا أوكي، في إلى منايح بس في إلى مساوئ كتير بصراحة. تمام، فاللي حابب يعرف أي الأمور تمام تابعوا معي الفيديو، بغض النظر عن انه انا حابب انه يجيني مشاهدات وكذا وتشوفوا مشان يجيني انا مشاهدات، بغض النظر عن هذا الموضوع، موضوع يعني موضوع احكي بها فيديو كتير مهم يعني. تمام، يلي بيحب يسمعه يا ميت اهلا وسهلا، ولا تنسوا تعلقوا لنا تعليقاتكم الحلوه، تسالونا وتعطوني رايكم بالشيء اللي انا هلا هحكيه وقلكم اياه عن المانيا. تمام، اذا سمحتوا قبل ما نبلش يلي ما له مشترك بالقناه يشترك بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. تمام؟ يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعة، هلا بالنسبة للناس يلي بتوصل على ألمانيا، يعني شخص أول ما يوصل على ألمانيا شو عم يستناك بألمانيا؟ أول ما توصل على ألمانيا إذا أنت كنت جاي بالقطار تمام ورايح مثلا من أول مدينة أنت وصلت عليها على ألمانيا وحابب أنك تنزل على برلين تمام، بس توصل على ألمانيا أنت رح تقطع بالقطار من المدينة اللي أنت موجود فيها على برلين مثلا تمام، لانه اكثر الناس اللي بتوصل على المانيا بتقول لك انا طالع على برلين بدي سلم حالي ببرلين. تمام، طيب هلا بس وصلت على برلين انت شو اللي لازم تعمله؟ اللي لازم تعمله انك لازم تروح على مركز لجوء وتسلم حالك بهذا مركز اللجوء وتقول لهم انا هلا وصلت على المانيا وبدي اقدم طلب لجوء. هون بقى هن شو بيساووا؟ بياخذوك مشان يجهزوا الامور، او اذا ما كان في مركز لجوء بتروح على اي مخفر شرطه وبتقول له مخفر شرطه انا هلا وصلت على المانيا وبدي سلم حالي. هن بقى الشرطه بياخذوك بيودوك على كامب بالنسبه لموضوع اللجوء، او ممكن يعطوك هن عنوان يقول لك هي عنوان بروح لعند هذا العنوان وسلم حالك بهذا العنوان. تمام، وفي عنا احتمال ثاني يلي هو اذا انت راكب بالقطار ممكن الشرطه يطلعوا على القطار وياخذوك من القطار ينزلوك يشوفوك مثلا انه شكلك لاجئ او عربي او بين انه اجنبي تمام، بياخذوك بينزلوك بيقول لك انه شرف معنا يا محمد هذا العنوان نحن حنروح عليه. تمام، شو هو هذا؟ هذا يعني فيكم تقولوا المراحل، انا راح اشبه لكم اياها تشبيه معلش يمكن يزعجكم شوي، بس بدك تعتبر حالك مثل كأن انت رايح على الجيش. على بالجيش شو بيساوي الواحد؟ بيروح بيسلم حاله بالقطعه اللي هو بده يلتحق فيها، بياخذوه بيفرزوه على النبك، ومن النبك هنيك بيقعد له كم يوم لحتى يجي يفرزه على القطعه اللي بده ينفرز عليها. تمام، وبعدين بياخذوه من
النبك على القطعة اللي انفرز عليها، وبيخدم فيها هنيك دورة اللي هي شهر ونص أغرار أو 3 شهور مع اختصاص، يعني هيك الترتيب تمام. وهون نفس الفكرة، بتروح أنت على هذا المركز بتسلم حالك، هون بيستلموك بيقول لك أوكي أعطينا اسمك أعطينا أمورك على 24، ويقول لك تعال، بياخدوك يحطوك بغرفة، ممكن يحطوك بغرفة فيها 4 أشخاص، ممكن يحطوك بغرفة فيها 5 أشخاص، ممكن يحطوك بغرفة فيها 10 أشخاص، يعني كبيرة، غرف كبيرة فيها 10 خوت وتعيش مع 10 أشخاص حسب أنت وحظك. هاي البلد يا جماعة بلد اللحظوظ، أنا عم حاكيكم من الآخير، يعني هاي البلد ألمانيا بلد اللحظوظ، يعني كل مين معلم له حظ بده ياخده فيها لهالبلدات تمام. فممكن يحطوك بغرفة فيها 5 ممكن 10 ممكن 4 ممكن 6 ممكن 2، ممكن ياخدوك يفرزوك يحطوك بأوتيل، يقول لك عود بأوتيل، احنا ما عندنا كامبات، عود بأوتيل، هاي الأوتيل بيقعدوك هنا على حسابهم، يحطوك بغرفة مع شخص أو شخصين أو شخص أو أنت لحالك. يعني في ناس اجت سلمت حالة حطوها بأحلى الأراني، حطوها بأوتيلات وأحلى خدمة على 24، وفي ناس اجت حطوها بالحضيض بأراني، يعني بيقول لك أنا معقول جاي على ألمانيا، يعني بيطلع بيقول لك أنا معقول جاي، أنا هلأ أنا بألمانيا، أنا ما نصدق أنه أنا بألمانيا. بيبعتوه على كامب في أشكال ألوان، في جنسيات، من شو ما بيخطر عبالك، من شو ما بيخطر عبالك جنسيات تلاقي تمام. ما رح حدد أي بلد مشان ما يقولوا عنصرية وما عنصرية، لا، من كل الجنسيات بتلاقي تمام. المهم بعد ما يحطوك بهاي الغرفة تمام، بيقول لك عود واستنى هلأ منا نحنا خبر. طيب انت وتقعد بهذا الكامب، شو مهمتك تساوي بهذا الكامب؟ مهمتك تاكل وتشرب وتنام وتفيق وتطلع تعمل لك فتلة بالمدينة اللي انت موجود فيها، يعني تعمل مثل بقولوا سياحة تمام. هاي مهمتك بس، ما بيطلبوا منك شيء. شو بيعملوا لك؟ كل يوم الصبح بز الساعة 6 الصبح او 7 الصبح بتروح على الفطور، تفوت على المطبخ بتلاقي فطور، حاطين لك فطور، كل العالم عم تفطر، تفطر تاخذ وجبتك وتفطر على 24، ما شبعت ترجع بتقول لهم اعطيني واحد ثاني، بيعطوك وجبه ثانيه، ما في اي مشاكل. بعدين بتروح بتطلع، بعد ما تروح تطلع انت فتره الغداء، بيقول لك في فتره غداء، بتجي كمان على فتره الغداء، بتتغدى الغداء اللي موجود تمام. بعدين المسويات، في عشاء الساعه 7 بيكون العشاء، تتعشى، بعدين بيقول لك يلا فريز وحليب على النوم تمام. يا بدك تنام يا بدك تسهر يا بدك انت اللي بدك يا بتساوي. طيب الحمامات رح تكون مشتركة، يعني انت بدك تتحمم تمام، تنزل الحمامات مشتركة، تلاقي الحمام في حمام كبير حاطي لك في كابينات، حمامات مشتركة، وتسكر حالك الباب تتحمم اوكي. احيانا بيكون ما في بواب تمام، بيكون الحمامات نظام الحمامات عندهم مفتوح على بعضها، هون عادي، يعني اذا انت فتت على الحمام تمام بالكامب وكان معك جنسية خلينا نقول أوروبية مثلا تمام، أو أي جنسية، لأنه في حتقولوا لي معقولة في أوروبيين بيجوا؟ إيه، في عالم تجي من إيطاليا، في عالم تجي من البرتغال، في عالم تجي من إسبانيا، في أي دول تعتبر فقيرة يعني تمام. فأنت لا تستغرب وتفوت على الحمام وتلاقي حدا عم يتحمم بالزلط، يعني شارع كل أوعي، يعني أنت لا تستغرب تقول عم شو مجنون، لا هذا مو مجنون، هاي أول طبيعة رح أقول لك عليها، طبيعتهم أنه هم بيتحمموا بالزلط كلياتهم عادي تمام، ما عندهم أي مشكلة، يعني أنه أنت تشوفه وتشوفه بعضه مثلا بالزلط ما عنده أي مشكلة. هاي أول سيئة حطوها ببالكم تمام. لسه جاي أحلى، خليكم معي، خليكم اسمعوا السماعات اللي حقلكم ياها، أي ما حدا يمكن حكاها، اسمعوا. المهم الحمامات حتكون مشتركة تمام. طبعا أنت إذا حبيت تتحمم بعادي بملابسك الداخلية عادي، ما حدا يعني ما حدا له عندك عادي تمام. هاي شغلة. شغلة تانية، عفوا منكم، التواليتات، التواليتات حتكون كمان يعني مثل مشتركة تمام. طبعا التواليتات في إلى أبواب، هاي يعني شغلة الحمد لله، في إلى أبواب، تسكر الباب أوكي عادي. طيب هاي خلصنا من هدول النقطة. فأنت بتقضي هذا الموضوع أول فترة، أول ما بتوصل على ألمانيا وتسلم حالك بهذا الكامب هيك تمام. هلأ إذا أنت أجيت بأوتيل، في ناس فرزوه على أوتيلات، لأنه في أماكن بتروح عليها غير برلين تمام، بتروح مثلا ما عندهم كامبات، بتروح احنا ما عندنا كامبات، فشو بيكونوا مساويين هني؟
الحكومة بتكون مستأجرة أوتيلات وعم تنزل فيها لاجئين بتنظيم منهم، تمام؟ فممكن تفوت انت على أوتيل تلاقي شيء 5 نجوم، يعني بتروي بتقول لك يا أخي خلوني هون على طول إن شاء الله، لا تفرزوني لأرني، خلوني هون على طول. بس لا، هذا بيكون كم مؤقت، تمام؟ هاي نقطتين. وتوصل انت على هذا المكان، اسمعوا لي حقلكم يا هلا، كمان المكان اللي بتوصل انت بتسلم حالك فيه، ان كان كامب ان كان اوتيل، ما بتعرف على حالك امتى بده يجيك موعد اول مقابلة، تمام؟ كيف يعني موعد اول مقابلة؟ موعد اول مقابلة مشان ياخدوا اسمك، معلوماتك، انت كيف اجيت، شو الطريق اللي جيت فيها، تهريب نظامي، بالبحر، بالطيارة، بالصاروخ، شو اجيت انت، بدهم ياخدوا منك كل المعلومات هاي، تمام؟ فهي المقابلة انت وبدك تستناها. هلأ في مدن بيقولوا لك تستناها من 15 يوم لشهر ونص لحتى يجي دورك، وفي مدن بتقول لك تستناها من شهر ونص لشهرين او شهرين ونص، وفي مدن بتقول لك بدك تستنى مقابلتك من 15 يوم ل20 يوم، في من 10 ايام ل15 يوم، يعني مشكل كل مدينة، لانه هون دولة، يعني هون كل مقاطعة دولة، تمام؟ فهي الامور هيك، اول ما توصل انت بدك تعرف حالك انه حسب الظرف اللي بده يجي انت المكان بدك تجي فيه. ممكن تستنى بهالفترات هي اللي عم اقول لك اياها. هلا انا ايش عم اقول لكم؟ انك تنتظر، بدك تنتظر، انا عم اقول لك شو حتنتظر، حتنتظر اول مقابلة مشان يسألوك كيف اجيت ومنين اجيت وشو عملت، ما راح طول، تمام؟ فانتو بهالفترة هي مطلوب منكم بس تعدوا تاكلوا وتشربوا وتناموا، وما بيمنعوكم تطلعوا من الكامب، بس طبعا الكامب وتطلعوا منه بيقولوا لكم في وقت معين لازم ترجعوا فيه، يعني مثلا بتطلعوا الساعة خلينا نقول 10 الصباح، لازم ترجعوا على الكامب الساعة مثلا 8 لازم تكون داخل الكامب، تمام؟ هاي شغلة. شو في عندنا كمان نقطة تانية بالنسبة للكامبات؟ انت المكان اللي حتكون فيه بقى انت حسب انت وحظك، ممكن تلاقي فيه اشكال الوان، في بتلاقي فيه الادم، بتلاقي فيه الازعر، بتلاقي فيه المشراني، بتلاقي فيه الحشاش، بتلاقي فيه السكرجي، بتلاقي فيه الخمرجي، بتلاقي فيه اللي بيحب النسوان، بتلاقي فيه اشكال الوان، يعني شو ما بيخطر على بالك بتلاقي بالكامب، تمام؟ فهذا الموضوع انت حطه ببالك، او انت حطوه ببالكم انه حتوصلوا على الكامب اول فترة هيك رح يكون الوضع، الا بقى اذا كان حظاتكم حلوين وجيتوا بالاماكن الحلوة اللي قلت لكم عليها اوتيل والقصصي، حيكون الوضع يعني اشوى شوي، تمام؟ حتى بموضوع الاوتيل يعني تجي باوتيل رح تشوف كمان اشكال والوان. هلا في شغلة رح تكون احنا صعبة علينا نحنا بالنسبة لعاداتنا وتقاليدنا، انه ما بيفرقوا بين المرأة والرجال، يعني المرأة وقت حتيجي مثلا تقدم لجوء، اذا كانت مثلا لحالها عادي بيحطوها بكامب مشكل، في عائلات، في شباب، في نسوان، عادي، بس طبعا ما بيحطوها مع غرفة، يعني ما بيحطوها بغرفة انه مع شباب، لا، بس انه معرضة انه تقعد بكامب في شباب وفي اشكال الوان يعني، تمام؟ فهذا الموضوع هن ما بيفرقوا بيناتهم، ما عندهم اي مشكلة فيه. اي نقطة لازم تحطوها ببالكم يا بنات اللي بدهم يجوا لحالهم، لانه في كتير بنات عم يجوا لحالهم، تمام؟ ما بتعرف شو ظروفها، ما بتعرف شو اوضاعها، عم تجي لحالها، فهي شغلة لازم تحطوها ببالكم كمان، تمام؟ هي خلصنا من هاي النقطة. طيب بعد ما تعملوا اول مقابلة شو بيصير؟ بتروحوا بتعملوا اول مقابلة، وبتعملوا اول مقابلة بياخذوا المعلومات، بياخذوا الامور كلها، بعدين شو بيساووا؟ بيرجعوكم على المكان اللي انتم فيه وبيقولوا لكم استنوا الفرز تبعكم، عملكم نظام مثل الجيش. بيقولوا لكم استنوا الفرز تبعكم لحتى يجي. طيب هلا الفرز قديش بده وقت لحتى يوصل؟ انا راح احكي عن نفسي، انا هلا انا الكامب اللي اخذوني عليه، تمام، قعدنا اول شيء 15 يوم، قالوا لنا 15 يوم بيجي الموعد المقابله، ما اجى موعد المقابله، اتفقوا العالم كلهم الموجودين بالاوتيل انهم يعملوا مظاهره ويشتكوا على هذا الموضوع، انه قالوا لنا 15 يوم وما اجت موعد المحكمه، عملوا قصه وعملوا زيطه وزنبلطه، بعد القصه كلها اللي صارت بحوالي 5 ايام اجانا مواعيد المحاكم ورحنا عملنا مقابلات. بعد ما عملنا مقابلات اخذوا معلومات كل واحد، قالوا لنا اطلعوا واستنوا برا، كل مين عمل مقابلة يطلع يستنى برات المحكمة. تطلع برات المحكمة بتلاقي جاي في باصات، بتلاقي في شي 10-15 باص، بيقول لك وقف واستنى، بس اسمع اسمك بتجي على الفرز، يلا
مهم بتوقف بتسمع اسمك، بس تسمع اسمك بتروح لعندهم بيقول لك اطلع على الباص، بتطلع على الباص. طيب هدول الباصات شو وضعهم يا محمد؟ هدول الباصات بيفرزوك على مكان تاني، كمان بيكون كامب او اوتيل، انت وحظك. برجع بقول مكان تاني، يا اوتيل يا كامب بيكون منيح، يا بيكون اوسخ من اللي كنت فيه، تمام؟ فاخدونا والله على مكان بكامب، فتنا على كامب، كامب كان كبير كتير، حطونا بغرفة فيها 7 أشخاص، كان غرفة كبيرة فيها 7 أشخاص، تمام؟ جنسيات مشكلة كانت، يعني مشكل، شيء إيراني، شيء أفغاني، شيء سوري، شيء لبناني، شيء عراقي، مشكل كان الجنسيات، تمام؟ طبعا بهذا الكامب مثل ما حكينا ما بيخلى الأمر، كل يوم مشاكل، كل يوم عي، يعني أنت إذا قاعد بالكامب تسمع صوت عياط، ناس عم تتقاتل، ناس عم تتخانق، ما تستغرب، عرفت؟ أنت بتكون بألمانيا يعني. المهم بيقولوا لك بهذا الكامب اللي فرزوك عليه الثاني، بيقول لك عود واستنى ليجي فرزك النهائي، يعني في عندك فرز نهائي، تمام؟ المكان الثاني اللي بيفرزوك عليه بدك تستنى فيه 7 أيام، معروف في أماكن فيها 7 أيام وفي 10 أيام، هذا معروف 7 و10. أنا انتظرت 7 أيام، اليوم السابع نزلونا على الساحة وقالوا اليوم بتفوتوا كلياتكم مشان تفوتوا على المكاتب وتاخدوا الأماكن الفرز تبعكم. نزلنا على الساحة، بتنزل على الساحة، تمام؟ بتسمع اسمك، بتفوت على المكتب، بيعطوك ورقة، بيقول لك خذ أي ورقة، بتلاقي مكتوب عليها العنوان اللي فرزوك عليه ورقم الباص. بتطلع لبرا، بتعطي العنوان ورقم رقم الباص للسائق، بيقول لك اطلع على الباص. هلا بعد ما تطلع على الباص، تمام، بجمع كل الناس اللي انفرزوا على نفس المدينة تبعك وبينطلق الباص، تمام. بس يوصل الباص على المدينة يلي انفرزت عليها، في مكتب هنيك اسمه سوتسيال أمت، تمام. سوتسيال أمت هذا المكتب اللي هو مسؤول انه يستلمك وياخدك مشان يفرزك على الكامب او سكن يلي هن مخصصينه للاجئين، تمام. المهم بعد ما يوصلونا، وصلونا، استلمنا السوسيال، اخذنا، راحوا سلمونا حرامين، مخدة، فرشة، وعدة مطبخ، طنجرة، مقلاية، صحنين، معلقتين، شوكة، سكين، يعني بيسلموك هاي الأغراض كلياتها مشان انت وبدك تسكن بهذا الكامب تستخدم هاي الأغراض وتكون أمورك كلها تمام. يعني بصراحة يا جماعة كتر خير الله ثم خير، يعني والله ما حدا عملها، يعني ما حدا عملها من الدول العربية، ما حدا عملها، تمام. فكتر خير الله وخير، يعني بصراحة بيعطوك فرشتك، بيعطوك حرامك، بيعطوك المخدة، كله جديدة، مو مستعمل، مو بتاخد شيء والله مستعمل، كله جديد، تفتح انت الجلاتين بايدك، يعني مو بتلاقي مثلا الحرام عليه البق وعليه الوسخ وعليه الكرمخت والقصاص كلها، لا، كله جديد بتاخده، تمام. المهم سلمونا هاي الشغلات كلياتها، بعدين بياخدوك بيفرزوك على مكان سكنك. هلا يوميتها اخذونا على كامب، وللاسف كان كامب، يعني الله لا يجعله من نصيب حدا يا رب. ليش؟ لانه كان في الحشاشه، وكان في السكرجيه، وكان في الادمي، وكان في الازعر، وكل وجميع جنسياتها، يعني مو جنسيات عربيه، لا، جنسيات عربية وجنسيات تانية كمان. ففتنا يوميت على هذا الكامب، حطونا بهذا الكامب، للأسف كان كامب كتير مزعج، كل يوم كان في مشاكل، كل يوم السكرجية عم يتخانقوا مع بعض، كل يوم الحشاش عم يتخانقوا مع بعض، مشاكل وعي، واللي في مجانين كمان، الكامب مصروع، اللي عنده صراع، واللي يعني كامب الله لا يجعله من نصيب حدا يا رب. وهذا الكامب اللي فرزونا عليه كان خاص بالشباب، يعني ما في عائلات، تمام، ما كان في عائلات بهذا الكامب. المهم اجى فرزنا هيك يوميتها، فانتوا بكن تتوقعوا فرزكن يجي مشكل، ما بتعرفوا شو الفرز بيجيكم،
ويوميتها للأسف يعني حطوني بغرفة مع اثنين، واحد من الصومال والثاني من 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 غانا، على عيني وراسي، والله على عيني وراسي، والله مو عنصرية، بس يعني هن من بيئة وأنا من بيئة، هن لغة وأنا لغة، فكيف زبطت معكم تحطوني مثلا مع اثنين صومالية؟ تمام. فالموضوع كان يعني مزعج يوميتا، بس ربكم حميد، يعني الشباب اللي كانوا معي يوميتا بالغرفة الاثنين، واحد من الصومال الحمد لله كان كتير آدمي يصلي بخاف الله، والثاني من غانا كان بحاله ما كان يحكي ولا كلمة، فكانت الأمور يعني جيدة. بس أنا طبعا يعني بفضل رب العالمين، أول يوم ثاني يوم كنت ملاقي غرفة تانية وزبطتها مع السوسيال الحمد لله، ونقلني على غرفة تانية، وكانت يوميتا أنه في خطة أنه نسكن مع سوريين كلياتنا مع بعض، كان في كم سوري لأنه هنيك. فالمهم الحمد لله أنه زبطتها تاني يوم مع السوسيال أنه نقلني. يعني المهم لكمل الكون، فهون بتنفرزوا. هلأ بس انفرزتوا على هذا الكامب، هون بقى بدكم تستنوا، بدكم تستنوا شو؟ بدكم تستنوا موعد المحكمة الثاني ليجيكم. تمام؟ موعد المحكمة الثاني ليجيكم. هلأ أنا بحكم أني أنا كنت باصم بإيطاليا، للأسف بعد 4 شهور بإعادتي من هذا الكامب جاني رفض. تمام؟ هاي نقطة بدكم تنتبهوا لها، يلي بيكون باصم ببلد تانية على حظ انت ونصيبك، يعني هي الشغلة انت ونصيبك، القاضي اذا شاف انه انت لازم انه يكسر لك البصمة بيكسر لك اياها، اذا شاف القاضي انه انت ما خرج انه يكسر لك البصمة ما بيكسر، بيبعتوا لك رفض. بعد ما يبعتوا لك رفض، اذا وصلوا الواحد رفض بيروح بقى في، ما راح افوت بهالسير يعني كلياتها لانه هي موضوع تاني يعني. تمام. بس يجيك رفض بتروح في طعن بالقرار، توكل محامي بيطعن لك بالقرار، بدك تستنى بعد، يعني قصه طويله فما راح فوت فيها هي. المهم تستنوا بهذا الكامب المقابله الثانيه، بس تجيكم المقابله الثانيه، هون بقى بالمقابله الثانيه بيحدد القاضي انه بده يعطيك اقامه. تمام. بيعطيك اقامه، مثلا في ناس اخذوا اقامه اول مره سنه، وفي ناس اخذوا 3 سنين، وفي ناس اخذوا اللي هي شو اسمها كان اوزفايس بلاتي، هي بتجي كرت هيك اخضر وعليه انه لمدة 6 شهور، كل 6 شهور بيجددوا لك اياه. تمام. هذا بياخده الواحد اذا كان عنده رفض، او اذا القاضي قال لك انه بنعطيه لست شهور بس. المهم هي النقطة كمان، بعد ما تعملوا مقابلة بس تاخدوا اقامة، بعد ما اخدتوا اقامة يلي بيحب ينتقل بقى يروح على بيت، يدور يلاقي بيت، ينتقل على بيت، بياخد بيت عن طريق الجوب سنتر، لانه هو صار وقت اللي بياخد اقامة الواحد بينتقل بقى من السوسيال امت لجوب سنتر امت. تمام. فتنتقل على الجوب سنتر، انت بس تنتقل على الجوب سنتر، الجوب سنتر من كل مقاطعة في لها رواتب معينة ونظام معين. الجوب سنتر بيقول لك روح دور على بيت، وبس تلاقي بيت تعال لعنا. وشو بيقول لك الجوب سنتر؟ بيقول لك انه انت بحق لك تستأجر بيت مثلا لحد ال 400 يورو، بدك تلاقي بيت لل 400 يورو، اذا لقيت بيت فوق ال 400 يورو بيرفضوا الجوب سنتر، ما بيقبلوا. تمام. بيرفضوا، يا بيقول لك نحن بندفع لك 400 يورو، بس انت بتكمل الفرق اذا كان 50 ولا 60 يورو بتكمله انت من جيبتك. طبعا من جيبتك مين بيكون عم يعطيك راتب؟ يكون عم يعطيك راتب كمان الجوب سنتر. شوفوا على الحزيرة يعني. فالجوب سنتر بيدفع لك الأجار وفي لك راتب من الجوب سنتر. الجوب سنتر قديش بيعطيك راتب؟ هلأ احنا بالبدايات أول ما وصلنا كانوا عم يعطونا رواتب 370-380 تقريبا، هي راتب مصاري مشان تصرف على حالك. تمام. 370-380 يورو، وبيعطوك أجار سكنك كمان، بيدفعوا لك أجار سكنك. هي يعني هذا اللي بتحصل عليه أنت، عشان الناس اللي بتعرف انه قديش شو بحصل انا على شو بيعطوني. بيعطوك 380 يورو تقريبا راتب تاخده كاش لايدك. تمام. و400 يورو مثلا بخصوصك انه اجار سكنك. هلا في شغله لازم تحطوها ببالكم، انه هون في عنصريه، يعني اذا انت كنت جاي بمدينه صغيره. تمام. اصحاب المدن الصغيره بيكونوا شوي متحفظين، كيف يعني؟ مثل عندنا مثلا محافظات، بتروح مثلا على المحافظة دير الزور، درعا، الحسكة، يعني محافظات، تروح كل حي بتلاقي بيعرفوا بعض. فأنت إذا إجا فرزك على حي
ممكن يكون في عنصرية، والعنصرية هي شو بتولد عندك؟ بتولد عندك انك انت ما تحسن تلاقي سكن بتستأجره، لانه تروح انت عند صاحب البيت بدك تستأجره بيعرفك انه انت اوسلندر اجنبي، تمام، ما بيأجرك، بيقول لك اخي انا ما بدي اجر اوسلندر، ما بدهم يانا ببلدهم، عرفت؟ فهذا الموضوع كتير عم نعاني منه، موضوع العنصرية، انه في ناس ما بتحب تأجر بيوتها للاجئين، تمام، بيقول لك انا ما بدي يجي لاجئ عندي على البلد، فبيضيق عليك مشان انت تفوز وتطلع من البلد. اتفقنا؟ اتفقنا. هلا في عندك شغله، انت بعد ما تستاجر السكن ما تفكر انه انت حتستاجر السكن وحتضب لهدول خيون 400 يورو بجيبتك، لا، في عندك دفع كهرباء، انت بدك تدفع كهرباء، يعني مو الجوب سنتر بيدفع لك كهرباء، في عندك دفع كهرباء. دفع الكهرباء اذا انت كنت شخص واحد لحالك بدك تدفع، يعني اكثر شيء بتدفع ل 50 يورو، تمام، هاي 50 يورو راحوا من ال 400 يورو اللي بتاخذهم كاش اللي هن عندنا 380، تمام، هاي 50 يورو راحوا للكهرباء. عندك في بيوت احيانا بدك تدفع مي، اجار مي، مي اذا بدك تدفع انت هون بياخذوا الابفاسا والفاسا، الفاسا اللي هو المي والابفاسا اللي هو تصريف المي يعني المي اللي عم تتصرف عندك بالبيت بياخذوا عليها مصاري كمان، تمام، فتدفع هدول اثنين فاسا وابفاسا تقريبا حسب استهلاكك لل 20 يورو تقريبا، هي 20 وفي عندك 50 هي 70 راحوا، تمام، هدول بدك تدفعهم من ال 380 يورو يلي انت بتقبضهم من الجوب سنتر، يعني 380 راح منهم خلينا نقول مثل ما حكينا 70 او 80، يعني عندك 300 يورو زادوا بجيبتك، هدول 300 يورو بقى انتم مصروفك اكلك وشربك وكذا. هلا الناس تسالني بكفوني؟ بكفوك اذا انت اكلك انه عادي، تمام، اذا بتدخن، يعني اذا بتدخن انت بتطلع راس براس انت وياهم، لانه الدخان هون عندك دخان غالي، فاذا بتدخن يعني بتطلع انت وال 300 يورو راس براس، اذا ما بتدخن بتصرف لك يعني 200 يورو اكل وشرب، تمام، وبتقم لك 100 يورو هيك، يعني هذا الواقع، عم بعطيكم الواقع انا، ها اذا انت ما بتدخن بتقم لك 100 يورو تصرف 200 يورو اكل وشرب، بس 200 يورو اكل وشرب انت صارفهم بتكون متبعزق، يعني اكل ومظبط امورك على 24، اما اذا بدك تضب ايدك، تمام، يعني بتاكل لك ب 100 يورو بالشهر، 150 يورو بيمشي الحال معك، تمام، اوكي. هلا بعد ما تكون على الجوب سنتر انت بقى هون بتاخذ مثل ما قلت لك هذا الراتب وبيعطوك بيدفعوا لك اجار البيت. هلا هون رح يبلش الشغل الحقيقي شو الشغل الحقيقي يا محمد؟ الشغل الحقيقي انه الجوب سنتر هلا عم يعطيك راتب، عم يدفع لك اجار بيت وعم يعطيك راتب. الجوب سنتر رح يلزمك اول شغله بالمدرسة انك تروح تتعلم اللغة، بدك تتعلم اللغة الالمانية، فشو بيقول لك الجوب سنتر؟ روح ودور على مدرسة مشان تروح تتعلم اللغة الالمانية. بعد ما انت تروح تدور على مدرسة وتلاقي مدرسة، بتروح لعندهم بتقول لهم انا لقيت مدرسة لغة، بيقول لك اوكي هات الورقة تبع التسجيل، هن بقى بيسجلوك عندهم انت سجلت به المدرسة، وبيدفعوا للمدرسة اجار الكورس تبعك، تمام. انت بعد ما تسجل بالمدرسة وتتعلم لغة، هلا قديش فترة اللغة؟ فترة اللغة بتبلش من الاحرف خلينا نقول للتسي اينز، تمام، او تسي تسواي، فبتوصل انت معك المدة هي تبع كلها تبع التعليم، اذا بدك توصل انت للتسي اينز او تسي تسواي بتوصل معك هاي المدة تبع التعليم كلها حوالي سنة، بدك انت تضل بمدرسة سنة عم تتعلم. او في خيار تاني انك انت تدرس للآتسفاي، للآتسفاي هي الآتسفاي تعتبر المرحلة الثالثة في الأحرف، بعدين الآآينز بعدين الآتسفاي، تمام، بس تاخد انت الآتسفاي بإمكانك انت بقى شو تبلش تتواصل مع الناس وتعرف تحكي يعني وتعرف تتواصل مع الناس شوي لمستوى الآتسفاي، يعني دبر حالك. فهون انت بامكانك بقى تدور على شغل، بس تدور على شغل بتلاقي شغل تطلع بقى انت من الجوب سنتر بتشتغل لحالك. بس قبل هاي الخطوة هاي
لأعطيكم المنغصات اللي بينغصها عليكم الجوب سنتر. شو المنغصات يا محمد؟ المنغصات اللي بينغصها عليكم الجوب سنتر، إذا بيفوت على حسابك البنكي سنت واحد، الجوب سنتر فورا بيبعت وراك بيقول لك تعال انت فات على حسابك سنت، هذا السنت منين اجاك؟ هي واحد، حسابك حيكون مراقب. اثنين، انت اذا بتغيب، اذا بتغيب من المدرسة ما بتروح على المدرسة يوم واحد من دون ما تجيب كرانج ميلدونج اللي هو ورقة من الدكتور انك انت كنت مريض، او ورقة اذا انت كان عندك موعد بالاوستلندا بهوردة، ولا اذا عندك موعد عند شغل تاني او عندك شي قصة تاني، بدك تجيب ورقة للمدرسة وللجوب سنتر انك انت كنت بهذا اليوم مشغول، او عندك مرضان، او عندك قصة، بدك تجيب ورقة بانك انت كنت هيك. اذا ما بتجيب الورقة تبع العذر بيخصموا من الراتب اللي عم تاخده انت 380 يورو، بيخصموا منك 20%، تمام؟ لانه بيقولوا لك نحن عم ندفع لك مصاري للدورة، انت بدك تروح على الدورة الدراسية، اذا ما رحت بده ينخصم عليك، فبيحصروك حصرة يعني على كيف كيوفك. تمام؟ هاي بالنسبة لموضوع اذا انت غبت. طيب انت درست وزبطت امورك واخدت الشهادة تبع الدراسة وصرت تعرف تحكي وامورك تمام، بعد ما تخلص الدراسة ببلشوا بقى هون شو بيبعتولك، بيقولك ليش ما عم تدور على شغل، ليش ما عم تدور على شغل، انزل ودور على شغل، بيصرعوك. تمام؟ بيصرعوك يعني ضلك عم تدور على شغل. ليش؟ لانه حقهم يا اخي، حقهم الجماعة، عم يعطوك راتب كل شهر 400 يورو، وعم يعطوك 400 يورو اجار بيتها، يعني حقهم بدهم يطلعوا من القصة، هن بدهم يخلصوا من واحد. فانت بدك هون تدور على شغل، اذا ما دورت على شغل وبعتوا لك هن مثلا عروض شغل وقالوا لك روح شوف هذه الشركة، شو بيساووا هن بعد ما انت تاخد شهادة وتظبط امورك؟ بيبعتوا لك عروض شغل، بيقول لك شوف هاي الشركة، روح بطالب موظفين. بتروح انت على هاي الشركة بتعمل معهم مقابلة، انقبلت مقابلت، ما انقبلت بتقول لهم ما قبلوني. بيضل عم يبعتوا لك شركات لحتى تروح تقدم عليها بفيربونج اللي هو طلب شغل، تمام، لحتى انك تشتغل. انت اذا ما لقيت شغل خلال هالفترة هاي كلها، مثلا هن عم يعطوك فيها مصاري، ما عندهم مشكلة، هن بيضلوا عم يعطوك راتبك، بس بيضلوا منغصين عليك حياتك، بيضلوا مراقبينك يعني خطوة بخطوة، وبيضلوا عم يبعتوا لك انه روح دور على شغل، روح دور على شغل، تمام. اذا شافوك انك عم تماطل بالقصة وتعمل مشاكل وتعمل قصص وتماطل بالسيرة، وقت انت بدك تروح تجدد اقامتك بالاوستلندا بيهوردة، مثلا كانوا عاطينك 3 سنين، رحت انت على الاوستلندا بيهوردة لتجدد بالاوستلندا بيهوردة، الاوستلندا بيقول لك انه انت شو عملت بحياتك هلا هون؟ بتقول له والله انه عملت انا دورة مثلا للادس فاي وعم دور على شغل، ما عم لاقي شغل. ما عم تلاقي شغل، طيب خير ان شاء الله، يلا تعال خد لك هي بجددوا لك 3 سنين تانيات، تمام، وفي منهم بيكرزوا بتجيون الكريزا الموظفين بيجدد لك سنة، بيشوفك لانه انت ما عم تشتغل ولا عم تعمل ولا عم تساوي حسب الفاسة، تمام، بيجدد لك يا 3 سنين يا سنة. المهم، فهي امور الجوب سنتر اللي حابب يعرف انه اللي عم يجي على المانيا شو بده يعمل، هيك بده يتطالب منك، يعني ما تفكر انه انت حتجي تاخذ راتب وتقعد بالبيت ويلا انت مروع على 24، لا، في مين بضل عم يلاحقك، تمام. هلا انت بعد كل هالمعاناة اذا لقيت شغل ولقيت عقد عمل ومشي الحال وزبطت امورك، بتروح بتعمل عقد مع العقد عمل مع الشركة اللي لقيت فيها شغل، وبتروح بعدين على الجوب سنتر وبتقول له للجوب سنتر انا لقيت شغل، شكرا لكم، كتر الله خيركم، انا ما عاد بدي انه اخذ من عندكم الراتب لانه لقيت شغل. اصلا هن بيفرضوا عليك وتلاقي شغل فورا بيقطعوا لك الراتب، فهون انت وبتلاقي شغل انت بقى هون صرت مسؤول عن نفسك بكل شيء، بكل شيء، من اجار بيت، من اكلك وشربك، من مصروفك، من دفع كهرباء، من دفع مي، من دفع بعدين عندك انترنت، بعدين بدك تجيب جوال، بدك تجيب شاشة، بدك تجيب، يعني في كتير شغلات بدك تجيبها انت بقى بتصير كلها على حسابك الشخصي لانه انت صار عندك عقد عمل، تمام.
هلا الناس راح تسألني بالنسبة لعقود العمل قديش الرواتب هون؟ الرواتب عندك بتبلش أجار الساعة أقل شيها أقل شي 9.5 يورو أقل شي اللي هو هذا المندسلون، هذا أقل سعر للساعة بألمانيا حاليا 9 يورو. يعني قديش بتلحق بالشهر؟ رح أقول لك قديش بتلحق إذا أنت 9.5 مثلا ساعتك بتلحق بالشهر صافي 1150 لل 1200 يورو تقريبا صافي، 1150 لل 1200 يورو تقريبا صافي. رح يروح منهم أجار بيتك، خلينا نقول بيتك أجاره 400 يورو تمام، وبده يروح من انتو حسبوني ما رح أحسبون، بده يروح منهم 400 يورو أجار بيتك، هي أقل شيء عم بعطيك، وبده يروح منهم مصروفك أكلك وشربك، وإذا كان عندك مواصلات عشان تروح وتجي على شغلك بده يروح منهم تقريبا شيء 350 يورو تمام، لأنه التيكت تبع القطار حقه يمكن شيء 80 يورو تقريبا حسب كل مقاطعة في إلها سعر معين لسعر التيكت تمام 80 يورو. فعندك شيء 350 يورو كمان، هدول بده يروحوا مصروفك تبع أكلك وشربك وشغلك وقطار والأمور كلها هاي. بعدين المبلغ الإجمالي بتدفع منه اللي قلت لك عليهم والباقي بيزيد معك تمام. هاي عطيتكم لمحة سريعة عن الرواتب. هلا انت بعد ما يصير عندك عقد عمل ويكون عندك مثلا اقامة 3 سنين وامورك جيدة وعم تدفع ضرائب، بدك تصير تدفع ضرائب تمام، فانت بتكون بقى هون صرت يعني مثلك مثل مواطن الماني عم تدفع ضرائب لالمانيا وعم تشتغل وعم تصرف على حالك وكل شيء انت لحالك، كل شيء انت عم تصرفه وتزبطه على امورك. فهون انت وتصير في عندك تجديد اقامة تمام، لازم وبدك تجدد اقامتك، اذا بدك تاخذ اقامة مفتوحة لازم يكون في عندك شروط، اللي هي انه يكون في عندك شهادة البي اينز اللي هي اقل شهادة هي بدها تكون للبي اينز، وبدك يكون عندك شهادة السياسي اللي هو الاختبار تبع الاسئلة القانون بالمانيا، وبده يكون عندك عقد العمل، وبده يكون عندك انه انت عم تدفع ضرائب وامورك تمام. هلا في وضع للناس يلي اخذوا اقامه سنه حمايه، هدول اذا راحوا مثلا اخذوا اقامه سنه وراحوا لقوا شغل واشتغلوا على 24 وراحوا ليجددوا او ستاندر بيهورد تمام، او ستاندر بيهورد بشوف بيقول له اوكي انه انت عم تشتغل تمام على عيني وراسي، بس انت القانون بيقول لك انه انت لازم تضلك عم تدفع الرنت في زجونج راتب تقاعدي 5 سنين لمده 5 سنين. بعد 5 سنين بإمكانك تقدم على الإقامة المفتوحة أو على الجنسية تمام؟ هي عم بعطيكم لمحة هيك سريعة أنا. فهي الأمور كلها حكيت لكم بالنسبة للناس اللي بدها توصل على ألمانيا شو رح يصير معها تمام؟ هلأ طبعا كل مقاطعة عن مقاطعة بتختلف، يعني كل مقاطعة عن مقاطعة بتختلف، مقاطعة بيكون فيها رواتب عالية، مقاطعة بيكون رواتبها واطية، مقاطعة بيكون يعني في كتير أمور هون بألمانيا، يعني في سلبيات وفي إيجابيات، يعني ما بقولكم إنه ألمانيا كلها إيجابيات لا، في سلبيات. يعني مثلاً هون بيدفعونا بألمانيا في شيء اسمه جي إت سيت اللي هو الراديو بألمانيا، يعني هذا بيدفعونا هون إنه إحنا عم نستعمل التلفزيون، في اشتراك إلزامي بيدفعوه كل شهر حوالي 17 يورو ونص تقريباً، هدول مالك فيهم أنت، يعني عم تدفعهم أنت هيك يعني مالك فيهم، عرفت شلون؟ بالإضافة إنك أنت تدفع ضرائب هون بألمانيا، تدفع ضرائب. كيف يعني تدفع ضرائب؟ يعني أنت راتبك أنا قلت لك بزيد لك 1200 يورو صافي، بس أنت قبل الراتب الصافي أنت عم تقبض 1800 تقريبا 1900، فهذا 1900 اللي أنت عم تقبضون عم يزيد لك منهم بعد دفع الضرائب ودفع الكرانكنفيزشغونج والغينتفيزشغونج والقصص كلها هاي، عم يزيد لك أنت 1200، فأنت راتبك الأساسي عم تقبض 1800 تقريبا 1900، عم يروح منهم 500 تقريبا 600 يورو ضرائب، والباقي عم يزيد صافي لك. ففي كتير امور هون بالمانيا الواحد يعني بيقول لك انه اوكي في تسهيلات وفي شغلات في كذا، بس برضه في سلبيات برضه معي، يعني لا تنسوا في عندكم مثلا في 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 عند بعض الناس عنصريه، عم نعاني كتير موضوع العنصريه، يعني موظف اذا انت بتفوت لعنده اذا بشوف شعرك اسود مثلا وعامل دقن وسودا وكذا بيطلع مثلا بجوز ما عجبك ما عجبه شكلك بيعرقل لك امورك بيعرقلها.
حدا مثلا بالطريق شافك مرتك مثلا حاطه اشار حجاب متحجبه، تمام، في عنصريه، في نسوان كثير هون يعني محجبات عم يعانوا من قصه يا حرام، يعني في عنصريه. يعني موظفة اذا تشتغل مثلا بمكان مثل ما في، انا عامل فيديو عندي بالقناه انه بدهم يمنعوا الحجاب بالاماكن العمل، انه ممنوع الحجاب، فما بتزبط. يعني في امور سلبيه، تمام، يعني مثلا بس يصير في عندك تجوز ويصير في عندك اولاد، اولادك بدك تضلك خايف هن بالكيندر جارتن بالحضانه، تخاف يطعمون خنزير، تخاف يطعمون جيلاتين، يعني عندهم بيطعمون عادي، يعني بيطعمون جيلاتين، في هيك جيلاتين بتجي شطي مطي، فبتجي جيلاتين من الخنزير. وغير هيك عندك بعد فتره حيكون في عندك موضوع المدارس، هي الناس اللي متجوزه وعندها عيله، في عندك موضوع المدارس. المدارس هون يعني في كتير انفتاح، يعني الولد بيوصل لصف معين بيصير بيعلموه كيف الجماع وكيف وشو هو الجماع، يعني بيعرفوا بيعلموه كل شيء. بالإضافة إنه في عندهم تفتح إنه بالمدارس عادي إنه الواحد يقعد يبوس صاحبته، يتسلى هو وصاحبته قدام رفقاء عادي، يعني ما عندهم مشكلة. ففي أمور حتكون سلبية بالنسبة للأولاد، يعني لأولادنا لمستقبلنا يعني. ففي سلبيات وفي إيجابيات. إيجابيات إنه الحمد لله واحد قاعد يعني ببلد آمن الأمان بالله، لا في حرب ولا في مشاكل ولا في عي. تاني شغلة يعني بلد فيها قانون، تمام، صحيح في بعض الأحيان القانون ظالم بالقصاص، بس فيها قانون. يعني إذا بتقدم أنت وراءك النظامية وأمورك الشخصية اللي أنت شاغلة، تمام، أمور جيدة يعني، تمام. فهي الامور حبيت احكي لكم اياها عن المانيا، ما بدي اطول الفيديو اكثر من هيك مشان ما تملوا يعني. فهي الامور اللي حتكون انت مستنيتك بالمانيا اول ما تجي على المانيا. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالفيديو يلي حكيته والشرح اللي قلته، وتشكركم لحسن المتابعه. لا تنسوا لهم الاشتراك بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.